الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا متابعينا الكرام عشاق الأصالة، بسم الله نبدأ وبه نستعين ومنه دوما نطلب السداد والتوفيق والنجاح. أجمل تحية نحييكم بها في هذا الصباح مشاهدينا متابعينا الكرام. تواصل أشواطنا واستمرارية سن الإذاعة بشعارات أصحاب السمو والسعادة الشيوخ في سن الإذاعة. ينطلق أحد الأشواط في صباح هذا اليوم وهو الشوط التاسع الخاص بالإذاعة البكار، يحمل هذه الشعارات، يحمل أسماء جميلة صالت وجالت في العام الماضي في سن اللقاية، قدمت الكثير من الإنجازات، أتت في هذا المهرجان القالي في الشحانية لتنطلق لتتنافس على الناموس وعلى الفوز مع الأخوة المضمرين. نسير مع مقدمة الشوط، نسير مع المراكز الأولى في الستة كيلومترات الذي سوف تحمل لنا الأثار، تحمل لنا تبادل المراكز، تحمل لنا الكثير والكثير من التحديات. نسير مع المركز الأول، الشاهينية تسيطر على مقدمة الشوط، تحمل شعار هجن رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة، وراشد بن محمد بالسم المنصوري يقودها في التضمير، ولكن تدخلت الكايدة في هذه اللحظات، الكايدة لتحمل لنا شعار هجن الشيحانية، ويقودها مضمرا سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. أما المركز الثالث يأتي شعار القرافة، كذلك يجدد ويقدم كلمه جميل مع الناوية، الناوية 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 لسعادة الشيخ عبد الله بن حمد بن ذاب مع شعار سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان. هذا الشعار الذي قدم الكثير في عالم الأصايل، انطلق بهذه التحديات. يا سلام، محفوظ بن خميس الينيبي زعيم المضمرين يتواجد ويتابع في هذه اللحظات الشعار العيناوي الجميل والرائع مشاهدينا الأعزاء. بينما المركز الثالث وصل الأحمر ووصل العنابي كذلك في هذه الانطلاقات. الله 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 يا رياضتنا، رياضتنا جميلة ورائعة بدعم أصحاب السمو الشيوخ قادة الخليج، طال الله في أعمارهم وابقاهم ذخرا. مشاهدينا الأعزاء شوف الملتقى، شوف الملتقى مع هذه الرياضة. المركز الرابع مشاهدي الأعزاء، وصلت وصال، وصلت وصال لتجدد روح التنافس بشعار العنابي هجن الشيحانية ومحمد بن خالد العطية المضمر المشاغب المشاغب. يا سلام يا سلام، ولكن الأمور والكيلو المتر الأخير، الكيلو المتر الأخير، خلاص خلاص بدأت الأمور، بدأت تحرك، بدأت الأوامر على الأجهزة، ولكن بتصدر الأوامر بعد قليل. انتظروا وتابعوا هذا الشوط. يا سلام، الأسماء تتقارب، وهذا دليل على التنافس، دليل على تبادل المراكز، دليل على مال في الفوز عند المضمرين. ولا زالت سلهود مسيطرة، سلهود يا سلهود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، يضمرها سالم بن حمد بن هيان العامري، وتأتي الجذابة في المركز الثاني لسمو الشيخ محمد لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي. المركز الثالث تنطلق في ثالث المراكز مشاهدينا الأعزاء، الشاهينية لهجن الرئاسة التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، راشد بن محمد بالسم المنصوري يقودها مضمر، ولكن الجذابة الجذابة الجذابة. يا سلام، ما شاء الله، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، شوف الشعار العيناوي، شوف هذا الشعار الرائع. يا سلام، تهانينا مشاهدينا متابعينا الكرام. اليد ذاب انفردت لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان ومحفوظ بن خميس الينيبي، ياتي مضمر مع اليد ذاب، هذه تنفرد، هذه تنطلق. الميت متر الاخير مشاهدينا الأعزاء، تهانينا على فوز الجذاب لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، تهانينا محفوظ بن خميس الينيبي على هذا الفوز. بينما المركز الثاني سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، وصلت في المركز الثالث من هجن الرياسة، والمركز الرابع من هجن العاصفة، المركز الخامس كذلك من هجن الرياسة. هذه لحظات الوصول مشاهدينا متابعينا الكرام. هذه
هكذا كان مسار هذا الشوط الجذاب، تمكنت من جذبي وناموسي هذا الشوط بالأثارة وبالحماس بالانطلاق الجميل. تهانينا لاسم الشيخ ذياب بن محمد بن زايد الهيان، هذا توقيتها على شاشة التلفزيون في 6 كيلومترات 9 دقائق و7 ثواني و16 جزء من الثانية. كذلك التهنية موصولة لمحفوظ بن خميس الينيبي، بينما نشوف المركز الثاني هناك الدخول الذي كان على المركز الثاني. مشاهدينا متابعينا الكرام، اللي في المركز الثاني لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، اللي هي سلهودة على المركز الثاني بالفراد 9 دقائق و11 ثانية و66 جزء من الثانية، بينما المركز الثالث هو اللي عليه الدخول. ولكن هذه هجن العاصفة مشاهدينا متابعينا الكرام الذي وصلت في المركز الثالث، وهي اعتماد قطعت المسافة في 9 دقائق و12 ثانية 90 جزء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة التابع لاسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا للواثق حمد بن راشد بن غدير، تهانينا لجميع الفائزين.